يعني بصراحة بكل يعني إذا أنت تبغى بصراحة هي نتيجة دعم ترى من أغلب الجماهير السعودية اللي حاسة بالظلم. فأغلب الجماهير وأغلب الأندية حاسة بالظلم من ناحية الاتحاد السعودي في اتخاذ قراراته ضد الأندية، ضد اللاعبين، ضد بعض الرؤساء الأندية اللي بعدهم على منصة الرياضي. وأكبر مثال عندك منصور البلوي. هذه نتيجة ظلم من الأندية والجمهور السعودي. يعني أنت لما تحس أن منتخبك بصراحة ما يشجع أنك يعني تتواصل معاه وتشجع، نتيجة الظلم إبعاد لعيبة وهم على أعلى مستويات وخبرة. يا أخي أنت طالع إيش متطلبات الناس، إيش الناس إيش تبغى. يا أخي مصر ما منتخب مصر ما أحسن مني، يا أخي قطر ما هي أحسن مني. إذا ما عندك يا أخي لعيبة، ما عندك ناس تلعب كورة، أنت نص لعيبتك الآن متجهين لدولة قطر والإمارات. أغلب لعيبتنا يا أخي أعطوهم الجنسيات يا أخي خليهم يلعب. يا أخي أنت الآن. وبعدين شيء ثاني، هذا كله كوم. ولما يكون رئيس العام رياضة الشباب صاحب سمو وأمير، طيب كيف تبغى أنا أحاسبه؟ وأنا كمواطن يعني ما أقدر إني أوصل خلينا نقول لمستويات كبيرة ومستويات كبيرة في هامة كهامة نواف بن فيصل. أعطيني رئيس لرعاية الشباب يا أخي من أحد رجالات الأندية، من ناس رجال أعمال يا أخي، ناس تفهم في الخصخصة، ناس تفهم، خليه يشوف مصلحته. أنا أطلع رئيس. أنا أضرب لك مثلا خالد البلطان، عبد الرحمن بن مساعد، منصور البلوري. أول شيء رجل أعمال وحيخصخص وراح يكسب من المنتخب سواء كتجارة أو غيره. طيب جميل، اعطيني انا رجال اعمال، انا اكون رئيس رعاية الشباب. انا نواف بن فيصل انت ما يلحقك اي ملامة. انا احط رجل اعمال، احط رئيس للاتحاد الكرة السعودي واحاسبه في الاخير. يا اخي حتى الجمهور يقدر يحاسبه، الاعلام يقدر يحاسب، الناس كلها تقدر تحاسب، انت بنفسك تقدر تحاسبه. تعال انا حطيتك رئيس هنا ليش؟ حطك هنا ليش انا؟ اساس انت تخدم المنتخب، تخدم الكرة السعودية، ترضي الجمهور السعودي. انت نص الشعب عندك شباب يا اخي. يعني اذا ما شغلتهم في الكوره، اذا ما فرحتهم في الكوره، انا الى متى اتفرج كوره يا شيخ؟ الدوري اضعف الدول، اضعف الدوريات الاوروبيه افضل من منتخبك. طيب متفائل انت بالقادم؟ بصراحه شوف، هي الان هذه القرارات اللي حصلت اليوم او اللي بعد المباراه كالعاده ذكرتني بابتعاد سلطان بن فهد عن الوسط الرياضي لامتصاص غضب الجمهور. اذا انه نفس الحال فأنا أقول لك لا 2014 ولا 2022 اللي أنت حتشارك فيه بقطر إذا هذه مستوياتك الآن.